بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 81 بعد 100. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ صالح ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيك. حياكم الله. نعود مع مطلع هذه الحلقة شيخ صالح إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من ليبيا بتوقيع إحدى أخواتنا من هناك. تقول أم أيمن: عرضنا لها قضية في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة تسأل فضيلتكم وتقول: هل يجوز للمرأة الخروج من بيتها بدون محرم لعيادة مريضة أو زيارة قريب؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. ما لا شك فيه أن المرأة مهما تحفظت وحرصت على الستر والقرار في بيتها فهذا أفضل لها وأحفظ لها وأسلم لها من الفتن. وإذا احتاجت للخروج لعيادة مريض أو زيارة قريب أو إلى عمل تحتاج إليه أو شراء حاجة تحتاج إليها فلا بأس بذلك، ولا يشترط وجود محرم، لأن المحرم إنما يشترط للسفر. أما خروجها في البلد لحاجة من الحاجات المباحة فلا بأس بذلك، بشرط أن تأمن من الفتنة وأن تكون متسترة ومتحفظة، وأن لا تركب مع رجل ليس محرما لها في سيارة كسيارة تاكسي، فإن ركوب المرأة وحدها مع رجل أجنبي هذا من الخلوة المحرمة. أما إذا ركبت مع جماعة من النساء أو مع محرمها فلا بأس بذلك. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ صالح، هل هناك مسافة مثلا بالكيلومتر يجوز للمرأة أن تركب مع السائق وحدها، أو هناك أمكنة معينة؟ لا تركب المرأة مع الرجل وحدها ولو إلى مسافة قريب. طيب. لأجل الفتنة. طيب. حتى ولو ركبت معه والسيارة واقفة في مكان فإن هذا محرم، خلوتها معه ولو لم يتركان المكان الذي فيه السيارة هذا من الخلوة المحرمة. اللهم صل. ماذا يقول فضيلة الشيخ لأولئك الذين يدعون حمائلهم مع السواقين للمدارس أو المستشفيات أو النزهات حتى؟ هذا هو الخطر العظيم. ركوب النساء ولا سيما الشابات والفاتنات مع أصحاب التكاسي هذا حصل بسببه فتن عظيمة، شرور كثيرة، وهو مظنة ذلك. وما حذر النبي صلى الله عليه وسلم من شيء إلا وفيه خطر على الأمة بلا شك. حذر صلى الله عليه وسلم من خلوة الرجل الأجنبي مع المرأة، وحذر من دخول الرجال على النساء، كل ذلك من أجل سد باب الفتن عن الأمة. فترك الرجال لمولياتهم يذهبن مع السائقين أو مع أصحاب التكاسي وحدهن لأجل الدراسة أو لأي غرض كان هذا محرم، والمسؤولية على الجميع والإثم على الجميع، على الولي وعلى المرأة وعلى سائق السيارة، كلهم يأثمون وكلهم عاصون لله ولرسوله، لأنهم اشتركوا في التعاون على الإثم والعدوان. نعم. جزاكم الله خيرا. لعل المستمع فضيلة الشيخ صالح يطمح إلى تقديم حل لهذه المشكلة. الحل لهذه المشكلة أن تركب المرأة مع محرمها. طيب. إما أن تركب مع سائق محرم لها قريب لها. نعم. وإما أن يركب معها محرمها، أو تركب مع جماعة من النساء مأمونات. طيب. جماعة من النساء مأمونات. طيب. لا بأس بذلك لزوال الخلوة. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من سوريا دمشق رسالة بعث بها المستمع سامر عدنان. أخونا يقول: أعاني من مشكلة الشك في الوضوء، فأنا أعيد الوضوء أكثر من مرة خشية أن يكون الماء ولم يصل إلى كل الأعضاء، وأيضا في قرارة نفسي إذا قرأت السور أثناء الصلاة أكثر من مرة، وأحيانا أشعر بهموم وحزن وقلق، فأرشدوني إلى الحل الأمثل لمجاوزة حالة هذه جزاكم الله خير. حالة السائل هذه حالة وسواس،
ومرض نفسي، نسأل الله لنا وله الشفاء والعافية. عليه بالإكثار من ذكر الله والتعوذ من الشيطان، وعليه بالترك هذا الشيء وعدم الالتفات إليه وعدم الاهتمام به، وسيزول بإذن الله. أما إذا تفاعل معه وأهمه فإنه يزيد عليه الشر ويزيد عليه الوسواس، لكن إذا رفضه وتركه ولم يلتفت إليه فإنه يخف عنه بإذن الله إلى أن يزول، مع الاستعاذة بالله من الشيطان ومع الإكثار من ذكر الله، لأن ذكر الله يطرد الشيطان، وتلاوة القرآن هي أعظم الذكر الذي يطرد الشيطان. إنما يتسلط الشيطان على الإنسان إذا غفل عن ذكر الله، ولهذا سماه الله أو وصفه الله بأنه وسواس خناس. وسواس إذا غفل الإنسان عن ذكر الله، وخناس إذا ذكر المسلم ربه عز وجل فإنه ينخنس ويبتعد. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أرجو إيضاح حكم تارك الصلاة تهاونا، بمعنى أنه يصلي بعض الفروض ويترك البعض وأحيانا يؤخرها عن وقتها. أما ترك الصلاة متعمدا فهذا ذنب عظيم، وهو إن كان يصاحبه جحود لوجوب الصلاة فهذا كفر بإجماع المسلمين. إذا كان يرى أن الصلاة غير واجبة وإنما هي من العادات والتقاليد، إن شاء فعلها وإن شاء تركها، فهذا كفر بإجماع المسلمين، لأنه جحد ركنا من أركان الإسلام. أما إذا كان يقر بوجوبها ويعترف أنها ركن من أركان الإسلام ولكنه تركها تكاسلا، فهذا محل خلاف بين أهل العلم. منهم من يرى أنه يكفر الكفر غير المخرج من الملة، ويكون فعله هذا كبيرة عظيمة من كبائر الذنوب حتى يتوب إلى الله عز وجل. ومنهم من يرى أنه كافر كفرا مخرج من الملة، أنه يكفر كفرا يخرج من الملة، وهذا هو القول الصحيح الذي تدل عليه الأدلة. قال صلى الله عليه وسلم: بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة. قال صلى الله عليه وسلم: عهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. والكفر إذا أطلق أو عرف بالألف واللام فإنه ينصرف إلى الكفر المخرج من الملة. وأما تأخير الصلاة عن وقتها وكما ذكر السائل، سواء كان يترك الصلاة كلها أو يترك بعض الصلوات ويصلي البعض، الحكم واحد في هذا. إن الله تعالى يقول: حافظوا على الصلوات. والصلاة الوسطى، قل سبحانه وتعالى: والذين هم على صلواتهم يحافظون. قل سبحانه وتعالى: والذين هم على صلاتهم دائمون. فلا بد من المحافظة على الصلوات كلها والمداومة على أدائها، حيث لا يترك منها صلاة واحدة، لأن ترك الصلاة الواحدة متعمدا كترك الجميع، لا فرق في ذلك. أما تأخير الصلاة عن وقتها فهو خطير جدا. إذا تعمد تأخيرها عن وقتها فإنها لا تصح، لأنه أداها على غير الوجه المشروع، لا تصح صلاته. ومن العلماء من يرى كفره إذا تعمد إخراج الصلاة عن وقتها من غير عذر، فإن من العلماء من يرى أنه يكفر بذلك. فالأمر خطير جدا، وعلى المسلم أن يحافظ على صلواته وأن يؤديها كما أمر الله سبحانه وتعالى، وألا يندفع مع شهواته ومع نفسه الأمارة بالسوء ومع الشيطان، يتهاون بأمر الصلاة، يكون ممن قال الله تعالى فيهم: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. والغي واد في جهنم، وعيد شديد لحق من تهاون بالصلاة. والتهاون بالصلاة هو تأخيرها عن وقتها، توعد الله عليه بهذا الوعيد الشديد. نعم، وقد جاء في الحديث أيضا أن من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله. ومعنى فوات صلاة العصر إخراجها عن وقتها بدون عذر. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من المدينة المنورة رسالة بعث بها المستمع مرزوق أحمد. الأخ مرزوق يقول: هل المهر من حق الزوجة فقط، أم أنه يحق لأبيها الإنفاق منه على أمورها وعلى حفلة الزواج ونحو ذلك؟ المهر حق للزوجة. قال الله سبحانه وتعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. قال تعالى: وآتوهن أجورهن بالمعروف. فالمهر حق للزوجة وملك لها، ولكن إذا كان الولي أباها فله أن يأخذ من مهرها ومن مالها ما لا يضر بها ولا تحتاجه، قوله صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك. قوله صلى الله عليه وسلم: إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم. فللأب أن يأخذ من مهر ابنته إلى الحد الذي لا يضرها ولا تحتاجه،
أما إذا كان الولي غير الأب غير الجد، يعني كان الولي من إخوانها مثلا أو أبنائها أو بني أبنائها، فإنه لا يأخذ من مهرها إلا ما سمحت نفسها به، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. هذا الخطاب عام للأزواج وللأولياء. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رجل كبير في السن ويجد مشقة في أداء فريضة الحج، فهل يجوز أن يوكل من يحج عنه؟ أرجو أن تحدثونا عن النيابة في الحج بالتوضيح، جزاكم الله خيرا. الأصل أن الإنسان يؤدي الحج بنفسه، حج الفريضة يؤديه بنفسه، لأنه عبادة بدنية مالية، أن يؤديه بنفسه حج الفريضة، هذا هو الأصل. فإن أداه غيره عنه وهو يقدر على أدائه لم يصح. التوكيل في فرض الحج لا يجوز إلا عند العجز المستمر وعدم القدرة على أدائه، كما جاء في الحديث عن المرأة التي قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أبي أدركته فريضة الحج ولا يستطيع الركوب على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيته؟ قالت: نعم. قال: اقضوا الله فالله أحق بالقضاء. فإذا بلغ الإنسان هذا المبلغ، إن كان كبيرا هرما لا يستطيع أداء الحج بنفسه، أو كان مريضا مرضا مزمنا مستمرا معه لا يستطيع معه أداء الحج بنفسه، فإنه يجوز حينئذ أن ينيب من يؤدي عنه الحج، من يؤدي عنه الحج، بشرط أن يكون النائب قد حج عن نفسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع الرجل الذي يلبي عن أخيه قال: حججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن أخيه. أما إذا كان الإنسان قادرا على أداء الحج بنفسه، أو كان مريضا مرضا عارضا يرجى زواله، فإنه لا يجوز له أن ينيب عنه في فرض الحج، بل ينتظر حتى يزول عذره. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ صالح، من الملاحظ أن بعض الحجاج يتركون تأدية فريضة الحج حتى يبلغ من العمر ما هو كذا وكذا، بل إن بعضهم قد يصل إلى مرحلة العجز عن الحركة، هل من توجيه؟ جزاكم الله خيرا. من قدر على فرض الحج فإنه يجب عليه المبادرة بأدائه، لأنه لا يدري ماذا يعرض له. قد حث النبي صلى الله عليه وسلم على المبادرة بأداء الحج، قال صلى الله عليه وسلم: تعجلوا هذا الحج، يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. ولهذا قال العلماء رحمهم الله: إن الحج يجب على الفور للقادر. طيب. يجب على الفور للقادر على أدائه، ولا يجوز تأخيره إلا لعذر شرعي. فهؤلاء الذين يتكاسلون عن أداء الحج حتى يبلغوا من العمر مبلغا قد لا يستطيعون معه أداء الحج، يكونون قد فرطوا في ركن من أركان الإسلام. بل سمعنا أن بعضهم يؤجل الحج حتى يستوفي شهواته وما يريد من متاع الدنيا ولو كان محرما، ثم بعد ذلك يختم بالحج، لأنه يزعم أن الحج يكفر عنه كل ما مضى من الكبائر والصغائر والأعمال القبيحة، وهذا جهل عظيم، هذا من الجهل العظيم. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أمر الحج في أمس الحاجة دائما شيخ صالح إلى البحث والنقاش والتوعية، وذلك نتيجة لما يرى من الحجاج من تصرفات تنم عن جهل عظيم بهذه الشعيرة، بل بهذا الركن من أركان الإسلام. نختم هذا الحوار بكلمة منكم شيخ صالح. لا شك أن الحج كغيره من أمور الدين يحتاج إلى تعلم وإلى معرفة. الصلاة أيضا تحتاج إلى أن يتعلم الإنسان أحكامها، الزكاة تحتاج إلى أن يتعلم الإنسان أحكامها، الصيام، الحج. وأولى ذلك وأول ما يجب أن يتعلمه الإنسان الركن الأول، وهو عقيدة التوحيد. طيب. هو معنى شهادة لا إله إلا الله، أن محمد رسول الله. فأركان الإسلام الخمسة لا يعذر أحد بجهلها، وتعلمها فرض عين على كل مسلم، فرض عين على كل مسلم أن يتعلم ما يستقيم به دينه وعبادته، يعني يتعلم أركان الإسلام وما يلزم لها وما يخل بها حتى يؤديها على الوجه المطلوب، ومن ذلك الحج. إلا أن الحج تكثر فيه المشكلات، تكثر فيه المسائل الغريبة، لأن تصرفات الناس ولا سيما الجهال لا تنحصر. ولكن والحمد لله أحكام الحج قد بينت ووضحت في مناسك مختصرة واضحة المعاني مدعمة بالأدلة، فعلى الحاج الذي يريد الحج قبل أن يحج أن يقرأ هذه المناسك أو ما يستطيع من قراءتها. وعلى الأخص منسك شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، فإنه منسك ملخص مركز على الدليل وواضح العبارة. وكذلك منسك شيخنا الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز وفقه الله
المسمى بالتحقيق والإيضاح، فإنه منسك واضح مبني على الدليل وسهل العبارة، فعلى من يريد وغيره من المناسك الموثوقة. طيب، فعلى من يريد الحج أن يأخذ واحدا أو أكثر من هذه المناسك وأن يقرأه ليكون على بصيرة، وكذلك عليه أن يسأل أهل العلم. طيب، وإذا كان لا يستطيع القراءة فعليه أن يسأل عما أشكل عليه، والأولى والأحسن أن يصاحب رفقة طيبة. طيب، أن يصاحب رفقة للحج طيبة تعرف أحكام الحج، وإما بالتعلم وإما بالممارسة، ويكون معهم فهم يرشدونه إلى ما ينبغي في هذا الأمر. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى برنامج من حائل، وباعثها مستمع رمز إلى اسمه بالحروف سين صاد، يسأل ويقول: خرجت إلى الصحراء في رحلة وكان من معي يرون القصر في الصلاة ويعدون ذلك سفرا وقصرت معهم، هل علي إعادة الصلاة علما بأن المسافة تقريبا 70 كيلومتر؟ هذه المسافة أقل من المسافة المحددة للسفر 80 كيلو، فالأحوط أن لا يقصر الصلاة فيها، الأحوط أن لا يقصر الصلاة فيها لأنها أقل من المسافة المحددة تقريبا للسفر الذي تقصر فيه الصلاة، ولكن ما دام أنهم صلوا واجتهدوا في هذا فلا يعيدون الصلاة، لكن في المستقبل الأحوط لهم أن لا يقصروا في هذه المسافة. جزاكم الله خيرا. هل كثرة الحركة في الصلاة تبطلها؟ وكم عدد الحركات التي تبطل بها الصلاة؟ حركات في الصلاة على قسمين، قسم الأول حركة يحتاج إليها الإنسان فهذه لا بأس بها، كان يحتاج إلى أخذ شيء أو وضعه أو تعديل ثوب أو عمامة يحتاج إلى تعديلها فهذا شيء لا بأس به، أو فتح باب أمامه أو تقدم أو تأخر للحاجة لا بأس بذلك كله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتح الباب لعائشة وهو في الصلاة، كذلك كان صلى الله عليه وسلم يحمل أمامة بنت زينب بنت بنته وهي طفلة صغيرة يحملها في الصلاة، فإذا قام حملها وإذا سجد وضعها، فهذا دليل على أن الحركة اليسيرة للحاجة لا بأس بها. طيب، القسم الثاني الحركة التي لغير حاجة، فإن كانت يسيرة فهي مكروهة تنقص هيئة الصلاة، أما إذا كانت كثيرة وتوالت فإنها تبطل الصلاة، إذا كانت الحركات لغير حاجة وكانت كثيرة وكانت متوالية بهذه الشروط الثلاثة فإنها تبطل الصلاة. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعض الإخوان يقول: هذه حركة عفوية، هل الشيخ صالح من تعليق؟ الحركة العفوية التي لم يقصدها لا تؤثر عليه إن شاء الله، الحمد لله، لأنه قل من يسلم من الله المستعان. جزاكم الله خيرا. يقول أخونا من الإمارات وهو أحمد عبد الرحمن: ما هي علامات الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، وهل يوجد فرق بينهما؟ لا فرق بين الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، فهي طائفة واحدة، هي الناجية وهي المنصورة. الناجية من عذاب الله من النار، كما قال صلى الله عليه وسلم: افترقت وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحد، سموها الناجية لأنها سلمت من النار التي تقع فيها هذه الفرق، وهي المنصورة لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. فهذه الأوصاف تجتمع في الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، وكذلك وصف الثالث وهم أهل السنة والجماعة، كلها أوصاف لفرقة واحدة، هي الفرقة التي كانت على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في المنهج والعمل والاستقامة، هذه هي الفرقة الناجية، فمن أراد النجاة فليكن مع هذه الفرقة وليلزمها وليسر على نهجها وخطها، وأوصافها كما بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم أنها تكون على الحق وعلى ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وأنها تعمل بالسنة، وأنها ترفض البدعة والمخالفات وأهواء الناس ورغبات الناس، وإنما تقدم ما صح في الكتاب ما في كتاب الله وصح في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعمل به. هذه هي أوصاف الفرقة الناجية في القول وفي العمل. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول أخونا: أقرأ وأسمع أحيانا عبارات للفقهاء هي المصلحة المرسلة، أرجو أن تبينوها لي وفقكم الله. هذه مسألة أصولية، وكان على السائل أنه يتعلم أولا
لأن هذه مسألة أصولية لا يتوصل الإنسان إليها إلا بعد أن يتعلم أصول الفقه، فإذا تعلم أصول الفقه اتضحت له هذه المسألة. أما إذا كان لا يعرف أصول الفقه حتى لو شرحناها له فإنه لن يستفيد منها. المصالح الموصلة هي المنافع التي لم يرد الشرع باعتبارها ولا بإلغائها، هذه هي المصالح الموصلة، المنافع التي ليس هناك دليل على الأخذ بها وليس هناك دليل على تركها، وهي مصلحة ومنفعة. نعم. جزاكم الله خيرا. بالمثال شيخ صالح يتضح المقال، جزاكم الله خيرا. كل شيء جديد، كل شيء يستجد في حياة الناس في معاملات الناس وليس له دليل واضح، إما ينص عليه وإما يدخل في عمومه، إما أنه ينص عليه أو يدخل في عمومه، فهذا محل المصالح المرسلة. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ صالح. في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الأخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم والمستمعون على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ صالح. وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا لكم مستمعي الكرام، ولكم تحيات زميلي من الإذاعة الخارجية فهد العثمان، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.